أنا عاشق هالوطن عاشق مواطن هذا أنا من زمان أنا عاشق هالوطن عاشق مواطن هذا أنا من زمان دايم عندي أمل دام كل شيء حصل دايم عندي أمل دام كل شيء حصل خلوا كل شيء علي بس 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 لو صلت صوب السياسة أنا من طبع الكياسة لو صلت صوب السياسة أنا من طبع الكياسة عالم وعندي فراسة حتى لو تبغي النحاسة خلوا كل شيء علي بغيت شارع شارع بسرعة تفتوك اسمعني عدل أيها القوم سلاما أيها القوم سلاما إن بغيتوا إنجليزي ولا فصحى عربية المهم ذاك الشعار الأبدي أبية أمة واحدة إيه أبية خل عيونك علي تشانك تبي تبقى نايم خل عيونك علي تشانك تبي تبقى نايم أنا حدب لك مهر أنا لي في المجلس الشان الكبير أنا لي في المجلس الشان الكبير مع ربعي صداقة العمر أرفع المرفوع ونصب من نصب أرفع المرفوع ونصب من نصب والنتيجة ترى خير كثير والنتيجة ترى خير كثير سنة أولى مجلس سنة أولى مجلس أول ما تجلس الكوب والأخير الفساد يا إخوان تفشى في البلد كل ما نسد ثغرة تطلع لنا واحدة في مكان ثاني نسد وتطلع لنا في مكان ثاني وهكذا دواليك لين وصل هالسرطان لمجلسنا الفساد النيابي يا إخوان أمر خطير ويجب التصدي له من الحين وببدي بأول قضية روح يا عريق وإحنا معاك القضية قضية تضخم حسابات النائب سيف الرقروق عدل ها؟ شنو؟ اي نعم تنكر تضخم حساباتك المستندات يا يتني من احد ناخبيني المصادر ما تخرش المية لا تخر اصلا انا ما عندي الا حساب واحد ومال الشباب بعد حتى كرتي على ديناصور وردي راجع مصادرك ولا تتهم الناس جزافة اثبت براءتك وافصح عن ذمتك المالية لا تفصح لا تفصح عيب في نسواني هني الا بفصح ونص الزم ما علي سمعتي ولا تبوق لا تخاف كاني الحين اطلع لكم اونلاين يبا لا تفصح بفصح لا تفصح لا بفصح
ما بدك ماي؟ بفصح. اوكي اللي ريحك. حريجة يا جماعة، حريجة حريجة. اخلوا القاعة بسرعة. لحظة ابري نفسي. الجلسة الجاية يصير خير. الحين اخلاء اخلاء اخلاء. لا 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 ما بيموت كذي، ما بيموت كذي، ما بيموت كذي. لن تموت وانا على قيد الحياة. لحظة لحظة انا مظلوم. وبحمد الله تبين أن الإنذار أطلق عن طريق الخطأ، لا إصابات تذكر سوى إصابة النائب المخضرم الدكتور عارف بشد عضلي. قنبلة يفجرها النائب عريق العريق عندما اتهم النائب سيف الرجروج بتضخم حساباته. النائب سيف وعد بالإفصاح عن ذمته المالية لولا إطلاق الصافرة، وصرح النائب بأنا مظلوم. تابعوا معنا تطورات هذه القضية الشائكة. يا خرطي يا مالو، هذا اللي منتخبينه عشان يصون حلالكم وحلال البلد طلع بواك بطير. الأخبار اللي جاتني انه طاق له 25 مليون طقة واحدة. وما خفي كان أعظم، هاشتاج ما خفي كان أعظم، فضحوه خلوه يصير عبرة لمن لا يعتبر. أعوذ بالله منك، الحين أنزل سناب في كل شيء. شلون يشتغل هذا بعد؟ مرحبا سيف. هلا. اشتغل. واضح انك متضايق من شيء. ايش رايك بعد؟ شهروا فيني وفضحوني وانا مالي شغل. حسابات السلوقي عليها 7 ملايين مشاهده، الكويت بكبرها ما فيها اوادم هالكثر، وهذا مو راضي يصور. اشتغل. ليه الحين تبي تفصح؟ انت ايش سالفتك كنعانو؟ ليش ما تبيني ابري نفسي؟ ما عندي شيء اخشه. ممكن انا عندي شيء بخشه. ها كنعانو ايش مهبب؟ لا انا اقول لك يمكن يمكن كنعان. هو انت لبسك تهمه وطلعوا لك اوراق ما انزل الله بها من سلطان، يمكن يبون يطقونك فيني. ممكن، بس ابي اشوف ذمتك الماليه. خير؟ انت ما تثق فيني يا سيف؟ علشان اتاكد. ليش خايف؟ ابي اشوفها اليوم ان شاء الله. ما خاف، انا كتاب مفتوح اصلا اليوم عندك. زين اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ألو مصبغة بيت العز، عندكم غسيل أموال؟ ألو ألو سد بوهي. يا رب الواحد وين يغسل أموال بهالديرة؟ الرقم هذا. ألو مصبغة الشباب المبارك. يا الحرامي يا البواق يعلك ما تربح. هل فاف عليك الاسبانيش لاتيه؟ المفروض تحذفين بكوكتيل الجمعية ويخوب عليه بعد هاللص. يمه إذا صجبايق ومسود ويوه نعلمني، قول لي خلنا نهاجر ونصك هالسالفة. حتى أنت يمه خل كل حكي يمه، وعريق يقول عنده أوراق والسلوقي يطحن يطحن، علمني يمه ماني مبلغة عنك حبيبي. أنت الحين سمعتي كل هذيلة وما سمعتيني أنا؟ ولا شفتي اللي نزلته بحسابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قم شو شو مسوية بروحك؟ أوه تذكري ما فاد. الصبر يا رب الصبر. الصبر؟ إحنا اللي نقول الصبر، انفضحنا بكل مكان. أنت أختي الحرامي، أنت أختي المجرم، كم عطاك؟ أكيد حط فلوس باسمك. أنا إيش ذنبي؟ من بيتزوجني الحين؟ شلون بحقق حلمي وأصير مذيعة بالراديو؟ أفصح يا أخي وفكنا. إي والله يا سيف، إذا مثل ما تقول إنك بريء أفصح. نزلت كل شيء بحساباتي من ساعتين، حطيت كشف حسابي قبل وبعد المجلس، حطيت إثبات إن ما عندي أي حساب ثاني، حطيت كل شيء علني وما حد عطاني وي. إنزين هدي هدي، ليش معصب؟ يا حبيبي يا يما يا سيف.
يا عالعيني ما تبكي قول آمين، طلعت بريء الحمد لله. أنا أروح المكتب أبرك لي، فمان الله. أي لا أشوفك هني مرة ثانية، أحمد ربك أني ما بلغت عنك السلطات يا سافل. زين يا بزين يه شنو؟ أنا أول واحد يدور غسيل أموال بهالديرة، سألناك وطلعت شريف. يا أخي ليش العنف؟ برا. وأنا برا، إيش فيك واقف برا مو داخل؟ ما تملك هالأرض أنت. عناد قرادة، كل الديرة تسولف عن غسيل الأموال، ولو بغيت أحد يساعدك تدورها ما تلقاها. تفضل. مرحبا سيف. هلا والله وسمية، جاية تكملين علي أنت بعد؟ لا، شفت بوستاتك برأت نفسك، ليش للحين مهموم؟ ما حد سمع، كل البوستات اللي حطيتها شافوها 5 والتعليقات 2، واحدة اللي تقول انت مسحور اخي الكريم والسحر مربوط ببريل حلزونة، واحد يقول احصلي على الجسم الذي تتمنينه. عريق تيلا اخبار غلط، والسلوقي يحط اخبار كذب، 10 ملايين مشاهدة وانا احط الصج واويين. طبيعي الناس لا تحب أن تفسد الإشاعة بالحقيقة. هذا عدل بالله؟ لا طبعاً، بس هذا عالمنا اللي إحنا عايشين فيه. والحل؟ أنطر لي جلسة الأسبوع الجاي. لا، دن كرسيك. إيش قاعد تسوين؟ أنقذك. أخ، أنت شلون دشيتي على الحساب بالمرصاد؟ أنت تشتغلين هناك؟ لا، أنا أملك بالمرصاد. لا تقول لأحد. أوف. كل معلومات براءتك بتنزل بالحساب لمدة 2 أسبوع ببلاش. انت انسان نظيف، ظل نظيف سيف. وعد.